وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مباشرة مراسلنا محمود جميل. محمود، أجدد الترحيب بك وحدثنا عن شارع الخدمة الصحية والمقرر إطلاقه غدا وأبرز فعاليات اليوم ومدى الإقبال الجماهيري، تفضل. مرحبا بك يوسف من مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا نتابع الأجواء الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة وفعاليات مهرجان العالمين، وأتواجد تحديدا كما تحدثت الذي ستنطلق منه غدا إشارة البدء لانطلاق الخدمات الصحية المختلفة لرواد مهرجان العالمين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم كل الخدمات لكل رواد المهرجان، والتي بدأت بالفعاليات المتنوعة للمهرجان. وغدا ستنطلق هذه الخدمات الصحية، ستتواجد كل سيارات الإسعاف والعيادات الثابتة والمتنقلة التابعة لوزارة الصحة ومستشفى العالمين، ستتواجد في هذه المنطقة بجوار المنطقة الترفيهية ومنطقة الألعاب الرياضية لتقديم الخدمات الصحية وأيضا الكشف عن الأمراض المزمنة ومبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأيضا علمنا منذ قليل أنه سيكون هناك عيادة الزيارات المنزلية، سيارة مجهزة بأحدث الإمكانيات، وأيضا قد اطلعت على هذه الأجهزة الطبية الحديثة الموجودة في هذه السيارة التي ستنطلق مباشرة إلى المنازل لتقديم الخدمة للمواطنين في مدينة العالمين الجديدة من خلال المتابعة مع مستشفى العالمين. فبالتالي سنرى غدا، وقد تابعنا منذ قليل أيضا التجهيزات والاستعدادات التي تتم لانطلاق هذه الخدمات، بالإضافة أيضا إلى وجود بعض القوافل الطبية التوعوية التي يعني ستقوم بتوعية المواطنين بهذه الخدمات المقدمة. إذا ما تحدثنا أيضا عن الفعاليات المستمرة، منذ قليل كانت هناك رياضة الباراموتر وبعض الاستعدادات والأنشطة التي يتم التجهيز لها في مدينة الألعاب الرياضية والخاصة بالأطفال والعائلات، بالإضافة إلى فرقة طبلة الستة التي ستكون اليوم في المدينة التراثية، بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الأخرى التي ستنطلق خلال هذا الأسبوع وهو الأسبوع الثالث لمهرجان العالمين. وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد من فعاليات مهرجان العالم عالمين. بالتأكيد، وأنا أشكرك شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة.